اليوم هو العيد ميلاد الثاني للسي اس اس موبيل. اليوم عملنا حفلة لحباء النادي الرياضي الصفاقسي، جبنا لهم برشا كادوات، ونحبوا بالاحتفال هذا ان شاء الله نزيدوا في النمبر نتاع لي زابوني نتاع سي اس اس موبيل اللي هما اليوم يوصلوا لاكثر من 150 الف ابوني، واحنا نطمحوا ان شاء الله ل 2017 اخر 2017 يوصلوا ان شاء الله ل 250 الف، والا علاش لا 300 الف. سي اس اس موبيل هي من اهم الشركات اللي عملتها النادي الرياضي الصفاقسي، واللي تدخل في مداخيل هامه وهامه جدا اللي تناهز 2 مليارات سنويا. ان شاء الله احنا نعملوا على جمهور النادي الرياضي الصفاقسي باش يعاوننا باش نوصلوا للاوبجيكتيف اللي حشتنا بهم اللي هما 250 الف ولا 300 الف، باش نكبروا في المداخيل هذه للنادي الرياضي الصفاقسي.